I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive. كيفكن قالت عصام ونور؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. مثل ما كن شايفين بلشت الفيديو لحالي لانه اليوم محضر مفاجأة لنور. انا كتير متحمس. من فترة نور مثل ما بتعرفوا كانت كتير عم تفكر انه لازمنا بيت اكبر وصار حيصير عنا كانت 3 اولاد، وهي الحمد لله طلعت حامل بتوم، فزاد تفكيرها اكيد اكتر واكتر. وانا بهديك الاثناء كنت اني عم دور على بيت واخذت بيت. باختصار انا ما خبرت نور، حبيت اعمل لها المفاجأة بعيد ميلادها. من يومين طلعنا لعند اهلي ونعايد عليهم، نقعد عندهم هيك يومين ثلاثة، وانا كنت عم خطط انه انا بس روح لهنيك رح خلي نور هنيك وانا رح كفي الموضوع اللي بدي فاجأها فيه اللي هو البيت. اخذت اخواتي معي على البيت القديم يساعدوني بشوية اغراض وهيك نقلنا وزبطنا وجهزنا. فانا شو عملت؟ بعد ما خلصنا الاغراض وضبضبوا اخواتي شوي وهيك وجهزوا البيت، فخليتهم هون بالبيت الجديد وانا بدي روح هلا لعند اهلي اخذ نور ونجيب على هذا البيت ونشوف انا وياكم ردة فعلها. بس يلي عم يشوفنا لأول مرة ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين. هلو ماري، هلو. أنت ما اشتقتي للبابا؟ يا عمري أنا اشتقت لك. والله اشتقت لك صلوت. وهي نور كمان. مرحبا. اليوم عصام قال محضرين مفاجأة غير شكل لأنه اليوم عيد ميلادي وأنا كتير مبسوطة متحمسة كتير للمفاجأة. بس أليكس وينه؟ اشتقت له لأليكس. أليكس مع عمه مريتا. اليوم من الصبح عم تسألني على أليكس وبابا، كيف عم تقولي وينه بابا وينه أليكس؟ صلوا عصام من الساعة 7 الصبح مو بالبيت طالع. والله انا صلي يومين هيك عم بتعب كذا. المهم قال لي عامل لي مفاجأة غير شكل. شكلها كتير مفاجأة حلوة لأنه اليوم عيد ميلادي. والله مفاجأة بتجنن، ما رح تتوقعيها. اليوم انا عيد ميلادي وكتير كتير مبسوطة. انه شو هي المفاجأة؟ نحن لانه الصبح كنا عند اهله لعصام. في حدا بيعمل مفاجأة بقول شو هي المفاجأة؟ على طول هيك بيعمل لي، على طول بخليني اتحل قص. نحن كنا عند اهله لعصام، طبعا صرنا يومين زايرين عندهم وراح هو اليوم الصبح وهلا بيقول لي حضري حالك عامل لك مفاجأة غير شكل، فعرفين انه المفاجأة هي كرمال عيد ميلادي. اكيد والله. بس كثير متحمسة على المفاجأة. ما في اغلى منك. ليكو ماريتا عم تدرغل. ماريتا على فكرة هي أول مرة تطلع بالسيارة بدون أخوها. اشتقتي لها أليكس؟ يا عمري ليكو كيف قاعدة عم تاكل؟ مع عمار أليكس. أليكس وماريتا بلاحظ لما بنروح عند بيت أهله لعصام وهيك تخيلوا انه بيصيروا ما بيجوا لعنا، بيضلوا مع عماتهم وعمهم بيفرحوا عليهم وهيك. كثير بيتسلوا. بتسلوا بالجمع. بدي اقول لكم على شغله، احذروا قال عامل لي مفاجاه وصرنا تقريبا ساعه عم نمشي بالطريق وما عم بعرف وين اخذني. رح نوصل طولي بالك بقيان هيك. صرنا ساعه تقريبا عم نمشي بالطريق بقيان شي دقيقتين ثلاثه بس ورح نوصل. والله العظيم انه تعبت وكثير يعني انه هي احتروا اعصابها. انا فهمان عليها نور فضوليه كثير. بس انا ما شفت مفاجاه من ضل ساعه طريق انه يكون مفاجاه تمشي انت طولي بالك. طولي بالك. يلا والله وصلنا. ها رح نوصل بيان دقيقة. احنا شكلنا كأنه جايين عند حدا. خلص انا محضر لك مفاجأة. ايه بس عن جد محضر لك مفاجأة. على فكرة انا كتير مستغربة صراحة، انا مالي فهمان شيء. هلا بنشوف شو المفاجأة. بس انا متأكدة مفاجأة. ماريتا عرفانة شو عم يصير انت؟ ماريتا مش عارفة. ماريتا عرفانة شو محضرين لماما؟ عم تقول واو. وين جايين نحن؟ كأنه جايين عند حدا شكلنا. جايين ايه؟ هي مو سيارة أهلي. نعمل سيارة. هي مو سيارة أهلي. كأنه جايبني عند حدا عصام. جايين زيارة. أنا أول مرة بشوفها. أعطيني الكاميرا. خذ. شو هي المفاجأة؟ يلا انزلي نشوف شو هي المفاجأة. أنا ما مين هدول؟ عالم ما بنعرف. جايين زيارة. انزل يعني هلا أنا ما فهمت. انزلي يلا. أعطيني إياها أعطيني إياها. بس إيديها كثير وسخين عصام، امسح لها إياها هون. شو هن؟ العالم بيشوفوها أول مرة. ايه مشان الضيوف. الضيوف اللي جايين لعنده بدها شيبس عادي. هلا بنمسح لها جوا. والله؟ يلا تفضلي. والله يا سعد مين جايين؟ خلص. لسه ما فتحوا لنا. شو ماري؟ فتحوا. ايه تفضلي. فوتي. هي اسراء.
هذا بيتك الجديد. عايزين عايزين تحكي. والله بيتك الجديد. ليش مو صدق؟ بيتنا هذاك. طيب شلون؟ هذاك بيتنا. احلى عصام اشتغلنا هذا الشيء. والله. لك انا. شو هذا الكيك؟ يلا. طفي يلا. يلا. احلى شيء عمار بيقول لها طفي الاضوية. هلا عن جد هذا البيت انا لا هذا بيتي. طيب تعالي بدك تتاكدي؟ تعالي شوف. هذا الطعم لمين؟ شوف هذا كله شغله وعصام وعمار. واو اليكس 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 بيساعدك؟ طيب تعالوا ما تجي على البيت؟ هلا احزري شو اليكس صار رفيقه لعمار خلص. انا لما شفت ذهبت على الصالة قولي تحت بالتعليقات شو رايكم بردة فعل نور؟ شو رايك بالبيت؟ لك انا ما بعرف انتظامي مبروك. يلا شو حلو دخليني شوفه. طيب يلا تفرج. شوفي الحمام. شي بشل يلا شو حلو. عصام اهم شي الجلاية. هاي الجلاية. جلاية جلاية. ايه لانه في توم هلا انت ما بقى فيني. والله كثير لازم جلاية اليوم بجنن. بس انه منيح بس عمو الحمام عودنا حدا عصام بالساعة 7 طالع من البيت انا عندي شغل. تعالي فرجيك الحمام. يا احلاها عصام انا مو مصدقه حاسه حالي بحلم. هلا اهم شيء اللي كنتي بتاكلي همهم انت هدول بما انه عندنا اولاد صغار فهي كانت نور كثير تاكل هم موضوع الغسيل. ايه لانه هون نظام بالسويد دائما بالعمارات يعني بالبنايات انه دائما غرفه الغسيل بتكون تحت بالمخزن مشان ازعاج الجيران. ايه بكونوا بالابو هون بسموها الشله. وانه لازم ناخذ موعد او نحجز دور بس الحمد لله في غرفتين من السبع طب مو زين. بدك توش قلبي. كم غرفه هذا البيت؟ هذا؟ ثلاث غرف اللي انت بدك اياها. دائما كانت تقلي انه عصام بدي بيت ثلاث غرف ولا انت بتعرفي يا نور انه هون بالسويد صعب الواحد انه ياخذ بيت مثل ما بده. شو رايك؟ عصام بجنن. هي عندك هون بظن ايه ما بتجنن عصام والله. وين الثلاث غرف؟ هي طبعا حطت لك كل الغرف وجبناها لعصام والله. انت 3 مليون ليه البيت كله يلا سيدكم نحن عملنا هيك يا عمي والله تعبتوا تعي هذه الوسط تبش قلبي اكتبوا شو عصام مالي زاد كثير مفاجأة حلوة قصدك هي غرفة هي لا ايه هي غرفة هلا هذا مدخل هذا مدخل البيت اللي فتنا منه اوكي ايه عيد كون اليمين هي غرفة غرفة النوم هي رح اعملها غرفتنا انا وياك هي غرفتنا ايه لانه اكبر عرفتي وهي بتيجي غرفه الاولاد هي رح اعملها اكس ومريكا هون حمام عندك اليسار هون بتجنن الحمام مريكا حلو عجبتني لانه كثير حلو وعندك هون الصالون المطبخ كثير كثير حلو وشوفي الجنينه تحريتها ليه احلاها اليكس ومريكا بيلعبوا بالبيت كثير كثير حلو البيت بجنن العصام حبيته لانه حلو وكبير وثلاث غرف وهي المطبخ وفيه هيك انه تراس بيلعب الاولاد عصام كثير حلو بجنن ليكي اليكس ماريتا عم ياكل التورته ياكلوا عصام لك ماريتا ماري لك ماري تعيشي بالبيت لك تعيشي بالبيت حلو والله ماريتا ما عارفه انا شيء لك بيتنا الجديد يا عمري اليكس نور اليكس اليكس شو بدي تقلي شو بدي تقلي اليكس اول ما فات انا ايه هلا هون على البيت إيه؟ صار يركض لك شو اليكس بيعمل لك اليكس يا جماعه اول ما فات على البيت يوقف هنيك اخر شيء ويركض لهون اخر شيء وانا فطري هو يركض يا عمري احكي له شو يلا ركض اليكس بيتنا صغير شاف هذا كبير يركض اليكس يا عمري يا بابي عجبك البيت اليكس عجبك البيت حلو اني يا هوست اليكس أليكس أليكس أليكس
عن جد مفاجأة بتجنن. انتوا عن جد الله يعطيكم العافية عن جد مفاجأة. عن جد يعني عن جد حاسة حالي انه كأنه يعني كنت بحلم وفيت. عن جد اللي ساعدني اللي ساعدني. لا بدي شلون اهديني انا عصام عمر يا عمري. عن جد اللي ساعدني بهذا الموضوع اكثر شيء هن اخواتي يعني بمساعدتهم قدرت اعمل لها هي المفاجأة. بس انا هلا كثير في مبسوطة. هلا نور لازم هي تشوف البيت منيح. هلا بقى بدي نفكر شلون وهيك. كثير حلو. هلا انا بصراحه بقول لك على شيء اني انا لهون على البيت هذا ما جبت بس هي شايفتيها هي قصدك بس الصفايه والشاشه بس هي لانه اذا بتتذكري انه بالبيت هنيك عندنا جبناها جديده ايه صح يعني هي جبناها جديده ما صار لها زمان عرفتي بس جبت هي والشاشه واما بالنسبه لغرفه النوم وغرفه الاولاد وباقي البيت فهذا انه انت على ذوقك لا انا ذوقي وذوقك حبي انا وياك هلا انا اهم شغله بدي اعملها هذول الوردات حابب اقول لك هذول الوردات لانه اكتب بس يعني جد رفيقك هي هديه عيد ميلادها شو هي احلى هديه عيد ميلاد بيت جديد بدي منك هلا بدي منها هلا تقطع الكيك هلا بدي اقطع الكيك وطعمها لك تتمنى امنيه ولازم تتمنى اكيد اتمنى امنيه اكيد يلا خلينا نشوف هلا نور شو راح تتمنى دغري دغري جايبه سكين مقطع وهيك اسراء ما عم مزح دغري عن جد بجنن هي اختي اسراء في منكم كثير بيعرفها طلعت مع نور بعض من الفيديوهات وكثير في منكم شجعوها انها تفتح قناه بس هي كانت خجلانه وسيدرا وعمار كمان بتعرفوا كمان طلع معي بعده فيديوهات هلا راح تتمنى امنيه شو الامنيه؟ ما بتمنى انا ولا جواتي بتمنى امنية هلا هي بقولوا انا لازم تخليها جواتي طب نحن حابين نسمعها حابة اسمع هلا اهم امنية الله يخلي لي اياها الله يحرمها منكم والله يخلي لي اولادي ويبقوني بالسلامة كمان وكل شيء كثير الضحية للتورتة يلا بسم الله هي مشان هلا انه انت دائما تتذكري انه فتي على سنة جديدة ايه بيت جديد بيت جديد عن جد كثير كثير حلو انتوا لاحظتوا انه نور بلشت؟ مو انت التوأم هذول التوأم اشتهوا حرام التوأم اشتهوا ياكلوا الكيك حرام مش ما يطلع عين ان شاء الله هنا ان شاء الله هنا يا رب حتى الكيك طيب ان شاء الله صحة وهنا تعالوا طيب انتوا كمان كلوا كيكة عيد ميلادي والله الكيكة بتجنن البيت بجنن مفاجأة يعني عن جد مصدومة ما عم بس حالي بحلم مبروك عليك وهلا وصلنا معكم لنهاية الفيديو عن جد كثير اليوم كان مميز وكثير انا مبسوطة وعن جد الله يخلي لي اياك ان شاء الله الف مبروك عليك الله يسلمك بس ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة اذا ما انكم مشتركين رح تكبر عائلتنا بس قبل ما نختم الفيديو رح ناخذ ثلاث اسامي مثل ما عودنا معنا سارة من لبنان ومحمد من سوريا وتسليم من فلسطين اذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اسمكم من اي بلد عم تتابعونا ما تنسوا تتابعونا على الانستغرام والسناب شات بتلاقوا روابط تحت بصندوق الوصف بنحبكم كثير نشوفكم إن شاء الله بالفيديو اللي جاي سلام